انا هستاذنك يا محسن بيه ناخد ايضا رد اخر او رد على ما ورد من حضرتك من دكتور حسام. اتفضل يا دكتور حسام. يا فندم انا برضو عايز اوضح، انا استاذ قانون مدني، لما اقول اقرار انا بقصد كلمه اقرار. سيده ام كلثوم كتبت في التوكيل: اقر انا ام كلثوم ابراهيم بتوكيل شركه صوت القاهره المالك الوحيد لجميع تسجيلاتي الحاليه والمستقبليه بتوكيل اللي عملتها لشركه صوت القاهره. والاقرار الثاني من الدكتور الحفناوي والسيده سيده: اقر انا الحفناوي واقر انا سيده ان شركه صوت القاهره هي الوكيل اللي هي المالك الوحيد للتسجيلات، قالت كده على التسجيلات الصوتيه. فالتوكيل هو عباره عن محرر موثق يتضمن اقرار ووكاله لشخص بالقيام بمكاسبه عمل معين. صحيح. فكلمة إقرار وتوكيل استخدام صحيح ومصطلح قانوني منضبط، والإقرار الصادر لا ينتهي بالوفاء، التوكيل بينتهي بالوفاء، إنما إحنا معانا ورقة موثقة من الشهر العقاري مختومة بختم النصف إن المالك الوحيد صوت القاهرة. طب الورثة، الجيل الأول من الورثة بعد وفاته عملوا نفس التوكيل وكتبوا: نقر نحن ورثة فلانة إن شركة كذا هي المالكة الوحيدة. طيب عندنا الورقتين دول، عندنا إيه كمان؟ عندنا المنطق نفسه بيقول إن الأستاذ محسن بيحاول يفرق ما بين إن هو بيملك الحفلات، وده غير صحيح، لأن التسجيلات الحفلات أنت عند حضرتك تسجيل استوديو أم كلثوم ده تسجيل مملوك للأطلال مثلا لشركة صوت القاهرة. تسجيل حفل أم كلثوم الأطلال في تونس ده ملك تلفزيون تونس. غدا القاه السودان ملك تلفزيون السودان. فالتسجيل غير المصنف. المصنف ده تاليف وتلحين وعزف. قد يعزف بطريقه وقد يعزف بطريقه، فبيتعمل له حاجه اسمها اعاده نشر. اللي بيحصل دلوقتي ان في ناس كتير بيتقدموا بطلبات لاعاده النشر. وبيقولوا احنا عايزين نعيد نشر المصنف، فبتيجي السيده امل ماهر تغني، فلان الفلانيه تغني، السيده شيرين عبد الوهاب تغني، ده باذن من فاتن فرنسا. ادت الاذن لهؤلاء ان هم يستعملوا هذا الاذن. يعني لو خدنا بالمنطق اللي بيقول الاستاذ محسن، يبقى لا يوجد ما يسمى بالاداره الجماعيه لحقوق المؤلف. يبقى حوالي 280 جمعيه وشركه مدنيه بيديروا الاداره الجماعيه لحقوق المؤلف تحت اداره اتحاد دولي اسمه سيجاك، اللي هو كونفدراسيون انترناسيونال ديجيتال كومبوزيتور، للاسف يبقى مش موجود. فده طبعا ما فيهوش منطق. والاستاذ محسن يعلم تماما هذا الكلام، ويعلم وهو بصفته انه كان عضو في جمعيه طيب. المؤلفين وانضم للعضويه وانسحب منذ سنوات قليله جدا، وما زال محتفظ بعضويته في التسام كناشر ومقر بخط ايده وماضي الا يتعرض لملكيه جمعيه المؤلفين والملحنين فيما تملكه من مصنفات الاعضاء. يعني استاذ محسن وقع على يا فندم، والورقه موجوده واحنا وزعناها امبارح. طيب هستاذن ارجع لاستاذ محسن في النقطه دي، ممكن ابعتها لحضرتك دلوقتي؟ لا يا فندم، يعني صادق، لكن انا هستاذن ان احنا ناخد رد الاستاذ محسن على النقطه دي بالتحديد. اتفضل يا استاذ محسن. يقول قرار موقع منه ولا لا؟ يا ريت.